طبعا مدير التسويق بالنادي الاهلي استاذ نادر خليل. نادر مساء الخير عليك. كابتن محمد ازي حضرتك؟ تحياتي ليك يا نادر، اتفضل. على شكرا، ربنا يخليك. يعني قول لنا فكره دولاب البطولات ومتحف النادي الاهلي، الفكره جت ازاي وتطوراتها ماشيه ازاي؟ لا هو لسه مش متحف، متحف دي ان شاء الله الخطوه البدايه بتفضل الاستراتيجيه بتاعتنا البدايه، لكن احنا بس مجرد الدولاب المبنى الاجتماعي بتاع النادي الاهلي. فكرنا في كذا كونسبت وكذا ديزاين بيعملوه الانديه الاوروبيه، ازاي يكونوا بيصوروا الكؤوس بتاعتهم او عندهم حاجه اسمها تروف زون او ركن الكؤوس، بياخدوا الكؤوس بتاعتهم بيعرضوها بطريقه معينه، بيبقى في مصمم معماري بيعمل لهم الديزاين بتاعتهم. فاحنا درسنا كذا نموذج انديه اوروبيه وعملنا زي نموذج مصغر كده، هو لدولاب بطولات النادي الاهلي، وهيتحط فيه اهم 20 قطعه او اهم 20 كاس في تاريخ النادي الاهلي، بتضم درع الدوري، بتضم كاس مصر، بتضم جائزه نادي القرن الافريقي، كل القطع الكبيره المهمه في تاريخ بطولات النادي الاهلي هتكون موجوده فيه. وفعلا جبنا الشاري وجبنا الديزاينر بتاع الكتاب وبدانا ننفذ فيه بقى لنا شهرين اهو، والحمد لله ان شاء الله بكره هنديك اخبار عنه، وتكون ده بدايه للنموذج ده هيكون متكرر في كذا مكان جوه النادي. وزي ما انت قلت هنكون مكرره في متحف النادي الاهلي بقى، اللي هيكون مش بس فيه كؤوس، ده هيبقى فيه مقتنيات، هيبقى فيه اهم قطع لبندق النادي الاهلي. طيب يعني بالنسبه ده للدولاب البطولات، ده هيكون بكره ان شاء الله هيبتدي يصدر الستار عنده ان شاء الله، او هنشوفه بشكل طبيعي ان شاء الله في فرع الجزيره. مظبوط مظبوط كده يا فندم، بكره ان شاء الله. طيب بالنسبه للمتحف، اخر التطورات فيه نفسه يعني؟ المتحف نفس النظام برضه، احنا كنا اتكلمنا مع ديزاينرز كتير واستشاريين كتير، ورونا كذا كونسبت يكونوا موجودين متاحف الدوليه، والمتحف مقتنياته كتير، وده عمليه اول حاجه احنا نجمع المقتنيات دي من الناس اللي هم بيحبوا النادي الاهلي، بيحتفظوا مثلا بزيت على التيم، الناس هم عندهم حاجات موقعه، مقالات القراءه القديمه، ده هيبقى مشروع كبير قوي هنفكر فيه، ولكن مرتبط طبعا بالفكره الهيكله الطبيه بتاعت النادي الاهلي وشركه الكوره، واللي يكون عندك استاد واللي يكون عندك متحف واللي يكون عندك شركه تشترك في الفلوس التجاريه، فده المشروع الاستراتيجي الكبير، لكن احنا دايما بناخد خطوات صغيره عشان نوصل لهدف كبير. طب يعني نادي الخانيه، كلامكم كنا بنقول الخبر ده بخصوص المباراه الوديه العالميه اللي ممكن تكون بتتعرض في الفتره الحاليه، قول لي ابرزها وايه الفكره عند الاداره التسويقيه في النادي ومجلس الاداره والفريق بشكل عام يعني؟ بص انا دايما مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي والاداره التنفيذيه احنا عارفين ان احنا موجودين في المتحف الدوليه ديت عشان بتعمل ليها بعد تسويقي مش بس تجاري او عند النادي، لكن من اجل نكون موجودين في المتحف الدوليه افضل من اسم النادي الاهلي. يمكن عشان كده اخر حاجه عملناها في المتحف الدوليه دي عملناها على مستوى اصفهان الشيخ، اللي احنا تواصلنا مع نادي بوان في سواد كبير في بلاك بينظم بطوله ناشئين مجموعه جوائزها 31 ونصف مليون دولار، دوري ضخم، وبالتالي احنا نكون موجودين في شرق اسيا كاول نادي عربي وافريقي يكون موجود يلعب في بطوله في اسيا. فعلى مستوى الفريق الاول على مستوى الفرق الرئيسيه ان شاء الله هنهتم بالماتشات ديت، ولكن دلوقتي احنا لسه اهو بنبدا الدوري هتوضح، وهيكون في ان شاء الله حاجات كتير من الانفلونزا. ان شاء الله كل التوفيق لك يا نادر، واكيد يعني مجهودك باين باستمرار يعني انت وكل من له امور خاصه طبعا بالنادي الاهلي واللي بيحاول عمليه التطوير في النادي الاهلي بشكل كبير، سواء تسويقيا او حتى جزء من التذاكر، واكيد انت مشترك في هذه الجزئيه ايضا. يعني اتمنى طبعا النادي الاهلي دايما باستمرار في تقدم مستمر. نادر خليل المدير التسويقي للنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد.